اهلا اهلا رحيم بيه. الاستاذ عارفه، خليك اهل. الاستاذ جمال اخو المرحومه. البقاء لله. الله يرحمها، كانت عزيزه علينا كلنا. كانت ست طيبه قوي. الله يرحمها ويغفر لها. انا طلبت من الاستاذ جمال اننا نعمل اجراءات اعلام الوراثه لامينه الله يرحمها، وبعد ما عملنا كل الاجراءات وبصفته هو واخواته الورثه الشرعيين قرر انه يشوفك عشان عاوز يقول لك حاجه مهمه. شوف يا رحيم بيه، انا عارف علاقتك بامينه كان شكلها ايه قبل السجن وحتى بعد السجن. مرض سبيبي، انا كان نفسي اقول لك حلال عليه بس ما ينفعش اقول عليها حلال. زي الجته اللي ما يوسع عليها الرحمه كده. انا مش هاخد من الفلوس دي غير نصيبي وبس. الفلوس اللي خدتها مني المرحومه الباقي ليكم. ما ينفعش يا رحيم بيه، الفلوس دي جدورها منتنه. السوس واكلها، احنا مش هنعرف نزرعها ولا نرويها ولا نخليها تطرح حاجه. الفلوس دي مش هتطرح فلوس الا معاك انت رحيم بيه. طيب اي خدمه تاني منا سامي بيه؟ لا تمام كده، كده زي الفل. بعد اذنكم. على فكره رحيم بيه، أمينة كانت بتحبك أوي، وأنت الوحيد اللي كنت بكلمة منك تقدر تخليها تسيب السكة اللي هي كانت ماشية فيها. بس أنت طمعتها، طمعتها في سكتك ودنيتك، الفلوس اللي متلتلة. لما خليت بيها كانش قدامها غير إنها تكمل في السكة دي لحد ما ماتت. خسارة، كلمة واحدة منك كانت هتفرق. بس انت ما قلتهاش. الجدع ده باين عليه مجنون. عشان اداني الفلوس؟ أنا مش فاهم إزاي واحد يتنازل عن ثروة كبيرة بالشكل ده لواحد تاني عشان الكلمتين دول. أنا فاهم هو ليه عمل كده. طب فهمني. صعب يا سامي، أنت بالذات صعب قوي تفهم حاجة زي كده. البسي بقى انت يا استاذه رنيم عشان نلحق اليوم من اوله. حاضر. ربنا يخليكم لبعض. منورانا يا دكتوره والله. ده احنا قلنا خلاص ما عدناش نشوف وشك تاني، بس هنعمل ايه بقى؟ طلع فيك الخير. عموما انا جايه علشان خاطر رنيم وعشان اشكركم على اللي انتوا عملتوه معايا. اه طبعا يا اختي، امال احنا اهل. الله اخبار رحيم ايه؟ كويس. والله الراجل ده عمل معاك اللي ما يعمل، واحد غيره كان زمانه دلوقتي سايبك مرميه في السجن ولا حد بص في وشك. ما تقول متساعد رنيم في اللبس. جرى يا راجل في ايه؟ ما انت عارف بنتك ما بتحبش حد يساعدها، عامله لنا فيها واحده كبيره. ولا قرف. بابا ده علشان مصاريف ودروس رنيم. هي كويسه بس محتاجه اللي يساعدها. اه طبعا طالعه على امها حلوه. انا جهزت. يلا بينا حبيبتي. يلا. اسمع كلام اختك يا بنت يا رنيم. حاضر. تعالي يلا. داليا مالك؟ شكلك مش عاجبني. مفيش يا بابا، بفكر في كل اللي حصل. اللي حصل ده ممكن يكون خير
على الأقل خليك عرفت أختك الصغيرة. ما تفكريش في اللي فات يا بنتي، وخليكي دايما بص على اللي جاي. خلي بالك من أختك. حاضر. يلا يا دكتورة رنيم. يلا يا دكتورة دالي. يلا حبيبتي. مع السلامة. أنا جهزت العربية عشان طلعت السلوم. تمام. مالك رحيم؟ شكلك مش عاجبني. مش عارف. عارف يا رحيم، بس برضه خايف عليك. انت مش صاحبي وبس، لا انت اخويا وعشره العمر. انا لما برجع شريط حياتي قدامي كده بلاقيك في كل لحظه فيه، حتى وانت في السجن كنت معايا وحابب انت يا رحيم. عشت حلو. تعالى يا عبودة. حلم بيه. ازيك يا حلمي؟ ازيك يا هلا؟ تعالى يا عبوده. ازيك يا عبوده؟ اقعد. بص يا رحيم، دي عينه من البضاعه الموجوده في الجمارك. افتح. ودي اختها؟ اه تبكي الاصل هي، بس بدل البروتين حطينا كاكاو على دي ابيض، ولا حد هيعرف يفرقهم من بعض غير لو اتحللت. تمام. قول لي عملتوا كام علبه؟ لا احنا عملنا دي بس، لو انتوا تمام هنعمل قد الكميه اللي موجوده في المينا بالظبط، وهنخلصها النهارده كمان. طب قول لي الحكايه دي هتبقى فرنجايه كام؟ يعني 50 60 باكو كده يعني. خلاص. خلي الرجاله تشتغل. امين. عبوده، عمر يا كبير، لو عايز رجاله زياده خد فلوس من هشام، بس خلي بالك المشوار ده مش عايز فيه ولا غلطه، فاهم؟ قال يا كبير رقبتي. بقى معبوده. خلاص عيب. ماشي. يلا عبوده. حبيبي. قول له رحيم هنتحرك امتى؟ بيه عندي ليك اخبار حلوه قوي. المانيا؟ المانيا ايه بس؟ في المانيا حلاوه بالمنظر ده؟ ده كفايه الناس. بص هو مفيش زي كده يعني بالظبط، بس في حاجات تانية حلوه برضو. انت اللي حلوه. يلا يا بكاش. بقول لك ايه؟ انت عارفه الجامع ده عمره قد ايه؟ حوالي 1000 سنه. تعالى انت بس معايا هناك وانا اوريك مباني عمرها 1000 سنه واكتر كمان. البلد مش مباني يا فروح. اكيد طبعا، بس انت لو بتدور على ناس تصاحبهم تتعلم منهم، مفيش زي الالمان اللي بلدهم نسفتها ناس في الحرب العالميه الثانيه، ومش بس قدروا ان هم يبنوها من اول وجديد، لا دي بقت من اهم دول العالم. هو انت بتكرهي مصر؟ مفيش حد بيكره بلده يا زياد.
أنا بس ما بحبش إلا شوية حاجات، يعني سلوكيات، الظروف، تقدر تقول كمان شوية ناس. رحيم السيوفي مثلا؟ أنا ماليش دعوة برحيم، ده من أساسه كل علاقتي بيه إن هو خلكه بس. أمال أنا ليه شايف غير كده؟ زياد مش كل ما تشوفني تقول لي الكلمتين دول، أرجوك بليز كفاية. خلاص أنا آسف، أنا بهزر معاكي، ما تتعصبيش كده. المهم قلت لحاب على موضوع السفر؟ أنا من ساعة ما رجعت القصر وأنا ورحاب ما بنتكلمش. ليه؟ أنت مش قايل إن أنتوا قريبين من بعض؟ ده حتى اليوم اللي قابلتني فيه أنت ورحيم توقعت هي اللي تبقى موجودة معاك مش رحيم. من ساعة المشكلة اللي حصلت ما بيني وما بين سيد وأنا بصراحة نفسي مسدودة، مش قادرة أكلم. وهي ذنبها إيه؟ ذنبها إيه يا فرح؟ ذنبها إن هي طول الوقت محسساني إن هي مكسورة وضعيفة وملهاش ظهر. طول الوقت محسساني إن هو نقطة ضعفها اللي من غيرها حياتها عمرها ما هتكمل، عمالة تدافع عنه ليل نهار، ودي حاجة بصراحة بتستفزني جدا. مش عارف إزاي هي ناسية إن هي أخت رحيم. مش يمكن اللي هي فيه ده بسبب إنها أخت رحيم؟ تقصدي إيه؟ قصدي إنك ما تبصش على رحيم يا زياد، بص على الناس اللي عايشة حواليه، شوف ظروفهم عاملة إزاي، وإنت هتعرف ليه أنا قلت لك تيجي تسافر معايا. هتشيل يا ابني الأطباق اللي على الترابيزة دي؟ وإنت غيرني المفرش ده. رحيم وحشتيني، تعالي.